دكتورة أمينة معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله. عليكم السلام، أهلا يا دكتورة أمينة، إزيك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. مين أنا بس المسؤول عن عايزة أقول التحرش وانتشاره في المجتمع؟ طب ما قبل ما نقول مين المسؤول، ما أنت المسؤول قال لك أنا مسؤول، مش في واحد طلع قال، في شيء كده طلع قال وهو ما يلقب بالمكسيكي. أيوة. أنا مسؤول عن كل حاجة في مصر، حتى دينكم عندي هو قال كده. يا عم أنا هاخد بكلامه وهعترف بيه لأول مرة في حياتي، ودي تبقى آخر مرة إن شاء الله ومش هيحصل تاني، إن هو ماسك مصر ورئيس مصر. مش قال لك أنا مسؤول عن كل حاجة في الدولة، حتى دينكم حصل ولا ما حصلش؟ يبقى هو اللي مسؤول عن التحرش. يا أستاذ، يا أبو عبد الله، أنت عندك دلوقتي المرأة بقت بتتاجر بأي حاجة عشان تجي. أنا مش بقى على فكرة، أنا مع البنت اللي عملت، أنا مش عارفة اسمها إيه، البنت أيه خدت اسمها أيه. حقها دي. أنا مع آية، أنا مع آية، ولو يتعمل إن القضية دي تبقى رأي عام، إحنا كلنا مع آية. أيوة، أنا لو تعرضت لحاجة كده هعمل كده. ما أنا دلوقتي أنا متكفلة بنفسي، أنا بحمي نفسي، أنا بأكل نفسي، أنا بشرب نفسي، أنا بحافظ على نفسي، فبالتالي أصبحت أنا من حق أي حد هيعتدي عليا هرد الاعتداء بأكثر الأمكان. يا أستاذ أبو عبد الله، اللي بيحصل حاليا برضو، أنا على فكرة برضو مش هلوم على الشباب 100%، هدي لهم جزء من اللي بيحصل. شايفين مسلسلات؟ أنا ما بتفرجش على التلفزيون وده من كرم ربنا، بس بسمع وبشوف الفيديوهات وبشوف. شايفين التيك توك، شايفين المسلسلات، شايفين الفحش اللي بقى في المجتمع. احنا بقناش في دولة، اقسم بالله العظيم بقت دولة. قال لك ما تسمعوش كلام حد غيري. طب يا عم الحاج اتصرف لنا في التحرش، التحرش ما بقاش باللمس بس، ده بقى بالكلمة وبقى بالفعل الفاضح في الطريق العام. وبتبقى الرجالة شايفة بعينيها وساكتة، الرجالة شايفة البنت بتتعرض ليه وساكتة. أنا ماليش دعوة هي لابسة إيه، أنا مالي، يا رب تمشي عريانة في الشارع، هي حرة. أنت مش من حقك تلمسها، مش من حقك تيجي ناحيتها. ما حد دفع عن نفسها، هي دفعت عن نفسها. كتر خيرك يا آية. أنا أؤيد آية وأنا مع آية. شكرا لك يا دكتورة، بشكرك.